عندنا جيل بارع حاليا من المصورين الشباب؟ أعتقد ذلك، أعتقد إن الزملاء الجدد وإمكانيات التصوير الحديثة، التصوير الرقمي. أنا عايز أقول لحضرتك أنا ابتديت التصوير في بداياتي وكانت الكاميرا البليم اللي بتقدر تسجل صوت في نفس الوقت عشان تتحط على الترايبود بيشيلها 4 أفراد، بينما دلوقتي حضرتك الكاميرا اللي بحجم كاميرا الموبايل أو الكاميرا الجو برو الصغيرة يمكن وزنها يبقى يتحسب بالجرامات. خفيفة. فالآليات خفيفة الحديثة جدا. والتكنولوجيا الحديثة بقت في صالح المصور حاليا. يبقى عليه الجهد والاجتهاد والدراسة المتأنية للي هو هيعمله عشان نطلع مصر في أحسن شكل ممكن. طب المعاهد الفنية اللي موجودة في مصر اللي يعني بتدرس و يعني بيجتمع فيها كل الفنون السينمائية، يعني مثلا زي معهد السينما، هل هي كافية؟ أعتقد إنها كافية وفيها كم من الأساتذة العظام اللي بيأدوا دورهم بشكل جيد وطلعوا أجيال كتيرة كتير كانت كلها متميزة. أنا بتمنى لهم التوفيق وبتمنى إن كلنا نشتغل على مصر بشكل أحسن. يعني أنا يمكن عندي نوع من الغيرة حاليا إن كان نفسي أكون بصور أشياء يمكن بعيدة عن مجال السينما شوية، زي أول لحظة لخروج المية من بحيرة ناصر لمفيض تشكي عشان تعمل النهر الجديد اللي هيعمل لمصر وادي موازي لوادي النيل، تنشأ الحضارة على ضفتيه. كل ما بشوف أو أسمع الخبر في التلفزيون أو الراديو أقول يا ريتني أكون في حالة صحية مناسبة إن أقدر أصور ده بنفسي. لأن التصوير بالشكل فقط، التصوير شكل ومعنى. يمكن لقطة بسيطة متنفذة ببساطة تكون ليها من التأثير على المتلقي أكتر كتير من لقطة صحيح مصروف عليها كتير قوي ولكنها ما بتوصلش معنا.